عمالة تشرد، انحراف، تسرب مدرسي، عنف، اعتداء واستغلال بمختلف أشكاله، ظواهر اجتماعية سلبية لازالت تعاني منها فئة الطفولة في الجزائر، وهذا بالرغم من المجهودات التي توليها الدولة لحماية ورعاية هذه الشريحة الهامة. حماية الطفولة والأطفال قد ما نمدوا لهم وقد ما نقولوا باللي مازال في مشاكل يعانوها، في ظواهر اللي أنا نشوفوها يوميا، حنا كاع تاع الأطفال اللي يتم استغلالهم اقتصاديا، وفي أشياء في بعض الأحيان سوء معاملة للأطفال وكل شيء، لكن نحب نقول أنه باش نقضوا على هذه الظواهر لازم علينا كنا ننسق جهودنا مع بعض، لأنه حماية الأطفال دائما نقولها ونكمل نقولها مسؤولية جماعية. وحسب آخر الإحصائيات فإن الهيئة الوطنية لحماية الطفولة قد سجلت ارتفاعا في عدد الإخطارات التي تلقتها من أطفال ضحايا على رقمها الأخضر 11-11، وذلك مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. شفنا احنا انه في ارتفاع الاخطارات مقارنه بالسنه الماضيه، لحقنا الى 320 اخطار يمس تقريبا 550 طفل انهم ذكور واناث. سوء معامله للاطفال موجود، استغلال اقتصادي، تسول بالاطفال، عدم التحكم في تصرفات الاطفال، وهذه نركز عليها لانه في بعض الاحيان العائلات يتصلوا فينا في الوقت المناسب يقول لك احنا عندنا اطفال ما قدرناش نتحكموا في تصرفاتهم، كيف الهيئه ممكن تساعدنا؟ هنا كاين اجراءات تتخذ، يعني في عدة أنواع من الخطر اللي تمس الطفل. جدير بالذكر أن الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة تشرف الآن على إنجاز تقرير مفصل حول واقع الطفل في الجزائر، على أن يرفع إلى رئيس الجمهورية بعد الانتهاء من إعداده.